استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي السيد جيمس هيبي وزير القوات المسلحه بالمملكه المتحده الصديقه. ورحب سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بوزير القوات المسلحه بالمملكه المتحده الصديقه حيث تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين خاصه فيما يتعلق بتعزيز الخبرات العسكريه والدفاعيه. مشيدا سموه بعلاقات الصداقه التاريخيه المتميزه التي تربط مملكه البحرين والمملكه المتحده واكد سموه على العمق الاستراتيجي للشراكه الفاعله والمتناميه بين البلدين الصديقين والتزامهما بترسيخ الامن والسلام في المنطقه وتحقيق المصالح المشتركه لكلا البلدين والشعبين الصديقين